قاموا فيها الأسرة بعد ما اتخذوا قرار الإضراب عن الطعام. فبيضطروا يشربوا مي مالح عشان يخفف من حدة الألام اللي بيعانوه. الأسرة المضربين عن الطعام بيشربوا مي مالح، يستخدموا مي مالح على أساس إنهم يضلهم عايشين لفترة أطول. سمعت عنها لما بدأ خضر عدنان الإضراب عن الطعام مؤخراً، يعني هو اللي شجع الأسرة الباقيين إنهم يتخذوا الخطوة وينجحوا فيها. مين سمعتها؟ سمعت الكلام من أبويا، من أبويا أسير وضرب عن الطعام تقريبا. لا والله ما جربت. يعني احنا دائما بندوق المي والملح لما نغسل وجهنا كل صبح وهيك، بنكون ممكن يتعكر كل مزاجك طول اليوم. لا ما جربت. لا لا صراحة لا. فعليا جربتها يعني شربت، بس يعني ما بلعتهاش ولا مرة. نجرب عشان نحس ولو بشيء بسيط من المعاناة اللي بيعيشوها كل يوم. نجرب ليش لا؟ خلينا ندوق شوي من اللي بقول أسرع، يعني نجربوهم كيف كانوا مدربين على الطعام. بدي أجرب ولو يوم. إيش الأسرع لهم جربوه 59 يوم؟ ممكن أجرب.